معي من فيينا دكتور عامر البياتي، الصحفي المتابع لشؤون الامم المتحده. مساء الخير، اهلا بك معنا دكتور عامر. اذا هناك خطه رديفه، ما اهم ما ستشمله؟ الى اي درجه هذه الخطه ستتناول موضوع هيمنه ايران في المنطقه؟ وفق كثيرين هي الهاجس الرئيسي اليوم امام ترامب. اهلا بك يا استاذه ميسون وبجميع المشاهدين الكرام. اهلا في وسهلا. الحقيقه الرئيس الامريكي دونالد ترامب ما وعد في الانتخابات يحاول الآن يطبق عمليا، وأعتقد بعد زيارة إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي لواشنطن أقنع الرئيس الأمريكي ب يعني إضافات على الاتفاق السابق بين إيران ومجموعة 5+1، خاصة فيما أقنعوا بإضافات، تقصد أنه أقنعوا بإضافات من أي ناحية؟ يعني أنه لعدم إلغائه، لأنه هو فشل بإقناعه ماكرون. نعم، ولكن استطاع الرئيس الفرنسي إقناع الرئيس الأمريكي بأن ممكن إدخال تعديلات على الاتفاق السابق ليصبح ملائما لمطالب الولايات المتحدة ومطالب فرنسا والدول الأوروبية. والحقيقة هو الآن قبل أنه تكون إضافات واتفاق جديد، هو ليس اتفاق جديد، يسمى هكذا كاتفاق جديد، ولكن عليه تعديلات، حيث أن الاتفاق بين إيران ومجموعة 5+1 كان فيه أيضا ممكن لأي دولة أن تجري يعني تعديلات عليه، وهذا ما يطمح إليه الآن الرئيس. ماذا عن دول الأخرى؟ يعني عم نحكي عن دول عن 5+1، وبالمقابل عم نحكي عن إيران. كل هذه الدول كيف سيكون موقفها بهذا الموضوع؟ بعدين عند الحديث عن أنه كان يجب أن يمنع بترامب، أنه كان يجب على الاتفاق أن يمنع الاستمرار بالعمل النووي، ولكن الاتفاق كان بشكل رئيس تخفيف نسب تخصيب اليورانيوم لدى إيران. وموضوع التفتيش دكتور عامر، صحيح يعني ما في مخالفات من قبل إيران لافتة هنا، صحيح؟ كيف سيتم التغيير؟ كيف سيكون موقف إيران؟ ألا يجب أن توافق أيضا، خاصة بأنه هي هددت من كم يوم، هددت إذا ما تم إلغاء هذا الاتفاق النووي؟ نعم، إيران هي بين المطرقة والسندان إن صح التعبير، لأن غالبية، لكن لديها أيضا إيجابية إيران بالإبقاء على اتفاق أو إجراء تقبل إجراء تعديلات عليه، لأن مجموعة 5+1 غالبيتهم الدول الأعضاء في مجلس الأمن وألمانيا هم مع الدول الأوروبية، حيث أن الدول الأوروبية لديها مطامح وأهداف اقتصادية في إيران، وهذا مما يدفعها إلى عدم التخلي والالتزام بما اتفق عليه في السابق. ولكن أعتقد التعديلات ستجري فيما يتعلق بمخزون اليورانيوم، لأن كما تعلمين قبل فترة يعني الوكالة الدولية التقريرية على لسان المدير العام يوكي أمانو أكد مرارا وتكرارا أن عمليات التفتيش التي تحدثت عنها هي ماشية سائرة بموجب اتفاق التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية هنا في فيينا، بأنه ليس هناك أي تقصير، إنما كان هناك طلب من قبل الوكالة موجود من البلوتونيوم مخزون وصدر إلى الخارج. وكذلك فيما يتعلق بموضوع آخر فيما يتعلق بأجهزة الطرد المركزي، بحيث إيران لا تقوم بتطوير أجهزة المركزي لأن لديها أيضا المعرفة لإنتاج أجهزة الطرد المركزي، وكذلك كبح جمح إيران من يعني إنتاج اليورانيوم والعودة إلى 20%، ولكن الآن مسموح لها فقط 3.10. ستلجأ إلى المنظمة إيران دكتور عامر، كما قلت لأن حضرتك كان في إعلام بأنه هي لم تخالف ما تم الاتفاق عليه بالاتفاق النووي، ستلجأ إلى لأنه كاميرات الوكالة الطاقة الذرية تسجل ليل نهار وتراقب، وهذا يعني مما أكد عليه يوكي أمان المدير العام. قال إن ليس هناك تقصير أو خلاف لإطار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. إذن الحقيقة الآن ترامب هو على خلاف ليس مع إيران، إنما مع الدول الدائمة العضوية
اللي نعم الى جانب المانيا اللي وقع على الاتفاق، وكذلك مع الدول الاوروبيه. الدول الاوروبيه الان تهرول نحو الاقتصاد، تريد التعاون الاقتصادي مع ايران، والكعكه كبيره ونهمه. وايضا دونالد ترامب هو ايضا رجل اقتصادي، ربما استطاع ايمانويل ماكرون اقناعه بان سيعود ذلك بالفائده الاقتصاديه على الولايات المتحده، مما دفع الرئيس الامريكي بقبول بعض التعديلات، وقال نعم، وأبدى اتفاق جديد، استعداده ولكن ليس اتفاق جديد انما اجراء تعديلات. أنا تعديلات. وكان خطة رديفة وأبدى استعداده للتعاون فيها. شكرا، اعذرني على المقاطعة، من فيينا دكتور عامر البياتي، الصحفي المتابع لشؤون الأمم المتحدة.